لمونادا الشاي الأزرق وصفة جديدة كثير كيتو دايت، جربوها وصحتين. وألف هنا، بدي ماء ساخن وهي زهرة الشاي الأزرق، بدي كمية وحطها فوق المي وأخليها لحتى تبرد تماما. هذا الشاي الأزرق صار بارد، هلا بدي أحطه بقوالب وإلى الديب فريزر لتاني يوم. هاي قوالب الشاي الأزرق اللي سويناها، وهاي أنا حاط في كيس كمان شاي أزرق وحاط في ثلج. هاي وهاي بدي أكسرهم شوية أخليهم ناعمين. عصير ليمون، ثلج مكسر، مكعبات شاي أزرق، قطر كيتوني، صودا